هي آخر شعاب علم الحيوان، وهي أكثر الحيوانات تعقيداً ورقياً وتقدماً من حيث التركيب. للحبليات صفات عامة تميزها عن غيرها من الشعب، ومنها الحبل العصبي، وهو الحبل الوحيد الذي يقع في اتجاه ظهري بالنسبة للقناة الهضمية. الجيوب البلعومية، منطقة الذيل، وأهم هذه التراكيب الحبل الظهري، وهو ما قد يتطور إلى العمود الفقري في الفقاريات. ولكن إن لم يكن الحيوان فقاريا، فهل هذا يعني أنه ليس حبليا؟ بالطبع لا، وهنالك حبليات لا فقارية تنتمي إلى تحت شعبتين، هما شعبة حبليات الرأس وشعبة حبليات الذيل. حبليات الرأس، ومنها السهيم، وهو حيوان صغير يشبه السمكة، ويدفن جسمه في رمال مياه البحر الطحلة، ويتكون جلده من طبقة واحدة من الخلايا شفافة اللون، ويمكن مشاهدة حركة مرور الماء داخل جسمه. ومثالا على حبليات الذيل، سوف نتعرف على الكيسيات أو القميصيات، وسميت كذلك نسبة إلى الطبقة الخارجية السميكة المسماة بالقميص، وهي تشبه الكيس، تغطي جسم الحيوان الصغير. ألوانها زاهية، ويمكن أن يتعايش بعضها مع بكتيريا مضيئة يكسبها ألوانا لماعة وجميلة، تمنح المستعمرات إضاءة ليلية رائعة. ونستعرض جمال خلق الله في أحد مخلوقاته، وهو السال. ينتمي إلى شعبة الحبليات الذيلية، ولا يمتلك عمود فقري. جسمه شفاف، ويظهر جماله عندما يتواجد في مستعمرات على هيئة سلاسل. الأسماك هي حبليات فقارية، لديها جميع بنى الفك التي تساعدها على التكيف بحسب نوع غذائها وطريقة التغذي. البرمائيات هي حيوانات ذات جلد لا يحتوي على حراشف باستثناء أنواع قليلة منها، وتجمع بين العيش في الماء وعلى اليابسة. لنلقي نظرة على مكان أكثر جفافا، تضم الحبليات طائفة أكبر الحيوانات وأقواها على اليابسة، الثدييات. Thank you.